السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جيناكم فيديو جديد، حلقه جديده كونسيرنون الهجره. فاليوم غادي نناقشوا موضوع ديال المارياج بلون، الزواج ابيض. بالنسبه للناس، كاين بزاف ديال الناس كيمشيو عن طريق المارياج بلون ولا الزواج ابيض، كيتسمى باش يصاوب لي بابي ديالو للخارج، سواء اوروبا ولا امريكا ولا من هاد الدول اللي ذكرت. كاين كيدير ان مارياج بلون باش كيصاوب الاقامه ويصاوب كاع الجنسيه من بعد. فبالنسبه للمارياج بلون، كاين بزاف ديال الشباب كيمشيو في هاد الطريق هادي، كيقلب على شي وحده سواء عبر الشاط، سواء عبر الوساطه، سواء عبر ان كونتاكت. وكي غالبا ما كيكون كيقولوا الفعل كيكون داكشي مادي. بحالاش مادي؟ كيعرض عليها واحد الثمن وهي كتوافق، وكي كيدير واحد المارياج باش كيدير واحد المارياج بلون، كيتسمى زواج هو موثق، يكون موثق. سوف كيكون زواج ليس زواج النية، كيكون زواج ليس زواج النية، كيكون زواج اللي فيه سوء نية، زواج اللي فيه غير كنقولوا زواج مصلحة، ليس زواج نية ولكن زواج مصلحة من أجل الوراق، بوغ فير ايتابلي لو كونتا نيسيسير و بور لي بابي. فوالا. دونك الواحد اللي خصو يعرف هاد المارياج بلون، كان كيديرو ناس زمان، دابا كلشي فاق وعاق. هاد المارياج بلون مابقاش كيعطيه علاش، لأن الدولة اللي غادي دير فيها انت داك المارياج بلون، أول حاجة ولاو دابا قوانين تزادو. علاش؟ أول حاجة ولاو كيطلبو الدراري، صافي واخا تجوج بها، كيطلبو المعاشرة الزوجية، كيطلبو أن تكون الزواج يكون فيه واحد المدة طويلة، وكيتأكدو كيديرو دي زونكيت، كيديرو تحريات، وكيحاولو أنا تنهضر على إدارة الهجرة، كيديرو تحريات باش يعرفو واش زواج مصلحة ولا زواج كي كنقولو نية، زواج النية الصالحة. كاين زواج النية الصالحة وكاين زواج مصلحة. دونك هما كيتأكد ليهم على أنه زواج مصلحة عبر البحث، وكيرفضو لك الطلب واخا نتا مزوج بها. هي بنت البلاد، داك البلد اللي نتا باغي تمشي ليه، مزوج بها وعندها الناسيوناليتي، كيقدرو يرفضو لك الطلب. لقاوك أنك ليس هناك معاشرة زوجية، ليس هناك بيت زوجية يجمع ما بين الزوج والزوجة، كيمشيو تيتأكدو كيلقاو ليس هناك معاشرة وليس هناك بيت زوجية. واخا يكون بيت زوجية، كيطلبو غالبا ما كيطلبو ان هاد لو كوبل هذا ما يعطيوهم تصريح ديال انه يعطيوك الاقامه، يعطيو الاقامه لهذاك اللي داير المارياج بلون، ما يعطيوه الاقامه حتى يكون تيتزاد عندهم واحد الطفل. دونك فاش كيتزاد الولد او البنت او لو بيبي، فاش كيتزاد اون جينيرال، تما كيقدروا يمشيو معاك لانهم يعطيوك لي بابي لذاك البلد. دونك دابا مابقاش خصك غير مارياج بلون، ولا خصك مارياج بلون وتولي في ان انفون ان بلوس، مارياج بلوس بلوس ان انفون بلوس ان، باش كي كنقولو تصاوب لي بابي. فهادي هادشي اللي كيتبعوه فواحد الشباب اللي هو مارياج بلون، انا ما كنصحش به وما كنايدوش، وغير قانوني وما غيصلحلكش، وغادي تضيع الوقت، وغادي تضيع الجهد، وغادي تضيع الفلوس، وغادي تضيع الامال، غادي تضيع واحد الطموح وواحد الامال كتبان ليه واحد الافاق، وغادي يتبعو واحد الفشل من بعد. واحد الفشل، لعلاش؟ لان الفشل شنو كيتبعو؟ كنهضر انا على الفشل، كنهضر على الاحباط. تكون محبط، مناش كيجي الاحباط؟ تكون محبط، تكون ديبريمي، مناش كيجي لا ديبريسيون او الاحباط؟ مناش كيجي؟ كيجي من الفشل. ما تتبعش واحد الطريق اللي غتاديك للفشل، فهي طريق فاشلة انك دير ان مارياج بلون. ولاو دابا كيديرو تحريات، كيمشيو يقلبو بيت زوجية، واش هناك بيت زوجية، واش هناك معاشرة زوجية، واش هناك، كيقدرو يطلبو منك حتى العرس، ويطلبو منك حتى انك يتزاد عندكم ولد، ولا ما تزادش عندكم الولد ما غيعطيوكش الوراق. دونك لو مارياج بلون ما بقاش خدام وما خدامش وما كنصحش به، وغير قانوني. وكنقول للناس اللي باغيين يتبعوا الطريق هذه بلا ما تضيعوا الوقت والصحه والجهد في ان مارياج بلون،
الا ما يعجبو غيتبعو الفشل، وكنعرفو انه من بعد الفشل كيجي الاحباط، وكيجي كنقولو من بعد الفشل كيجي الاحباط، وكيجي كنقولو لا ديبريسيون، اللي هي لا ديبريسيون، تولي الواحد اون ديبريسيون، كيولي عندو مشكل نفسي، كيولي عندو مشكل ديال عدم الثقة في النفس، كيولي عندو مشكل ديال الاكتئاب، لا ديبريسيون اكتئاب، لان الفشل الاحباط اكتئاب، الفشل كيتعول كيتبعو الاحباط وكيتبعو الاكتئاب، كيتبع الاكتئاب طول كيولي مرض نفسي، سورتو لا ضيعتي الفلوس وضيعتي الامال، وسورتو ماشي الفلوس سورتو الامال، باش كتكون باني واحد الامال وباني واحد الافاق وباني واحد الطريق اللي هي بعيده، وانت كباني احلام وباني كيف كنقولوا طموح وشهور او سنوات انت تحلم بذلك، حيث انه مستقبلك وليتي كتفكر فيه تما، وشويه كيرفضوا لك الطلب، كيولي هذا كيولي داخل الفشل والاحباط والاكتئاب، ومن تمنى حتى لوحده. فهذه الطريق ما بقاش قدامه، ما بقاش الواحد كي كنقولوا يتبع هذه الطريق هذه لانها ما كتسلمش. كانوا ناس دازوا بها ناس شحال هذه زمان ما بقاتش كتسلمك، لان ما يعطيوك الوراق واخا جوج ما يجرو حتى يكون عندك واحد الطفل يتزاد مع ذاك المال اللي ما انت ما يجرو، باش يتاكدوا على انه زواج نيه صالحه وليس زواج مصلحه، شفتوا لك جوج شبه اجنبي وهي اجنبيه وماشي من هذا، دونك هنا كيكون كيكون احباط، دونك فاش غتاخد اجنبي ولا غتاخد اجنبي راه كيكونوا تحريات. فهاد الطريق هادي ما مسلكاش، ما تنصحش بها الناس، ما تنصحش بها الواحد يبقى يضيع وقته ويخسر فلوسه، وها التنابر وها الترجمة، وتعطي اللي غدير مع مارياج بنو عم الله شحال تعطيو الوسيط وزيد تضيع فلوسك، فهذا لا أنصح به أحد. هذا موضوع، موضوع تاني، علاش الواحد يبدا يقلب على طرق اللي هي طرق غير شرعية غير قانونية، ويخلي الطرق القانونية والشرعية، هناك طرق قانونية وطرق شرعية وطرق سليمة على أنك تهاجر لبلد اللي بغيتي تمشي فيه أنت، هناك قنصليات، هناك سفارات، ما عليك إلا دفع الطلب ديالك، دفع الطلب من حقك، من حق أي واحد يدفع طلب تأشيرة سياحة، ويمكن لك دير زيارة لذاك البلد اللي باغي تدير ليه السياحة، من حق الجميع، هذا حق انك تمشي ودير طلب تأشيرة. غتقول لي الوراق ما مقادينش، اولا الصالير ناقص، اولا ما عندكش كاع الصالير، اولا خدام في قطاع غير مهيكل تو ني با ديكلاري، اولا عندك كي كنقولوا لو كونت ني با موفمونتي، اولا غير انت متاكد على انهم غيرفضوك الطلب لان ما عندكش ملف جاهز. نحن في الخدمة، حنا المكتب ديالنا كي كيعرف الجميع كنتكلفوا بتهيئ الملف، بريباراسيون دو دوسي دو فيزا، تهيئ الملف باش تطلب الفيزا، بريباراسيون دو دوسي بور دوموندي لو فيزا، نعاودها، كنهيئوا لك الملف كامل باش داك الملف يتجاوب مع الكاي تشارج ديالهم. شنو الكاي تشارج؟ المعايير اللي كيطلبوا هما، داك الشيء اللي كيطلبوا باش يعطيوك الفيزا، كيعطيو هذا الفيزا وما يعطيوش هذا، علاش؟ حيت هذا الملف ديالو جاهز كيتجاوب مع المعايير اللي كيطلبوا هما، كيتجاوب مع الكاي تشارج اللي داكشي اللي كيطلبوا هما عندك نتايا، الا ما عندكش حنا كنهيئوا عليك. فالمكتب ديالنا كيتكلف بتهيئ الملف دو ا زد من الاول حتى الاخر. اول حاجه فاش كتجي عندنا كنديروا معك بريباراسيون دو دوسي، اول حاجه كنبداو معك وهي كنشوفوك العمل ديالك، ولا بدا اي واحد كتلقى حتى ما عندوش عمل كيبيع وشي من فيسبوك، ولا عندو شي باج فيسبوك كيبيع، ولا كيبيع الاصدقاء، وكتكون ديال شي تجاره صغيره، هذيك التجاره الصغيره حنا كنمليو عليها، غنديرولك بطاقه مقاول ذاتي، ولا غنديرولك بطاقه شغل، غنديكلاريوك في السي ان اس اس، غنديرولك اون ديكلاراسيون دو سالير، غنطلعو ليك السالير الفوق في لا ديكلاراسيون في السي ان اس اس، غنشوفو الفيدوسيير اللي معنا في المكتب يدير لك الموفمون دو كونت باش يولي لو كونت بونكير موفمونتي، يطلع لك الموفمون الفوق، غيولي عندك لو كونت موفمونتي،
غير ولي عندك اون ديكلاراسيون في لا سي ان اس اس على انك مقاول ذاتي او لا خدام او لا كتمارس تجاره حره. ان سالير كي الفي غيكونوا عندك لي بابي دو ريزيرفاسيون للبلد اللي انت غادي تزور. حنا غنتكلفوا بلي ريزيرفاسيون لوطيل فين غتمشي النهار الاول، فين غتعشى، فين غتجلس لو لوندوم، المتاحف اللي غتزورها، الماتش سوا ديزون ديال اون ايكيب كونو اللي غتمشي تتفرج في داك الماتش وترجع، كنقادو لك الدوسي دو ريزيرفاسيون بلوس لو رونديفو. حنا اللي كناخذو لك وحنا اللي كنتكلفو لك بالدوسي للقنصليه. نعاود من الاول، فاش كتجي كنشوفوك. لكن تي باغ اكزومبل خدام في قطاع غير مهيكل، ميكانيسيان، جار، شوفور، بلومبي، جار، كتبريكولي، كتبيع شي حاجه من الفيسبوك، عندك واحد العمل ولكن الصالير هابط. اي واحد لدينا له اي واحد عندنا له حلم، هاد لوبورتونيتي سي بور تو الموند. كنتي خدام في قطاع غير مهيكل، كتخدم في الصناعه حيال فيه موظف ولا 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 خدام غير فريلانس في قطاع غير مهيكل، حنا غنديرو لك نرجعو قطاع مهيكل. ديكلاراسيون في لا سي ان اس اس، موفمون دو كونت، بطاقة مقاول ذاتي نصاوبوها لك، موفمون دو كونت، ديكلاراسيون بانك في لا سي ان اس اس على انك عندك ان سالير الفي. لو دوسي غيتحتاج واحد 3-4 حتى 6 mois نقادو لك الدوسي، فيه السالير طالع، فيه الموفمون دو كونت، فيه كي كنقولوا لي زاتيستاسيون نيسيسير ديال الخدمه ديالك، فين خدام وشنو تدير وداكشي كله كيتصاوب كمقاول ذاتي ولا كقطاع مهيكل او لا او لا او لا. غنصاوب لك لي بوبي بيركم يلفو. فاش كيكون الملف جاهز كتبقى لنا حاجه اللي شنو هي حتى الكونت كنديرو له المومون. اخر حاجه كتبقى هي لي ريزيرفاسيون نيسيسير، لان غيطلبوا منك تمشي تطلب فيزا اوروبا ولا امريكا ولا جو سي با، غيقول لك اشنو جاي دير في هذا البلد، شنو غتقول لهم؟ جيم لوروب، جيم كندا، نو يفو جوستيفي. حنا اللي كنجوستيفيو كنديرو الحجج اللي انت هاد البلد فين غتمشي، فين شنو هما المتاحف اللي غتزورهم، شنو هما الاماكن اللي غتزور، شنو هما الوطيل اللي غتجلس فيه، وكنشوفو داكشي اللي عندك في الكونت مع المده الزمنيه اللي غتجلس. باش تنصغرو شويه المده الزمنيه كنديرو اسبوع ولا دي جور ديال الكونجي، وكندفعو لك الدوسي فيه لي تيكي دو ريزيرفاسيون، فيه كلشي، باش كي كنقولو كتجاوب مع المعايير، كتقول لهم انا غادي غنمشي لهذا المتحف، غنمشي لهذا الفيستيفال، انا مو هويس بهذا الفيستيفال، كيعجبني الفيستيفال العالمي اللي غيكون في ذاك المدينه في هاد لاداط. دونك كتجاوب القنصليه عبر اقناع، كتقنعهم على ان الملف ديالك جاهز وعلى انك غادي تمشي باش تزور ودير السياحه وترجع. دونك بريباراسيون دو دوسي دو ا ا زد بور دوموند دو فيزا. ميم بالنسبه للناس اللي خدامين وعندهم الدوسي جاهز وما قدروش يلقاو الرونديفو، دابا غير الرونديفو صعيب باش تلقاه، راه هناك بعض السماسره ديال لي رونديفو كيطلبوا ارقام فلكيه باش ياخذوا لك رونديفو مع الكونسولي غير باش تدفع الدوسي. هادشي كله بشحال كنحسبوه؟ بريباراسيون دو دوسي، لو رونديفو، ندفعوا لك الدوسي، نديروا لك الطعن اون كا دو ريفو. شنو هو الطعن؟ اون كا دو ريفو كنديرو الطعن عبر محامي اللي عندنا في ذاك البلد، كتقدر من بعد تخرج لك الفيزا من بعد الطعن. هادشي كله بشحال كنحسبوه؟ 3000 درهم، 3000 درهم، 3000 درهم فيها كلشي، بريباراسيون دو دوسي دو ا زد، ما كتزيد ولو ديرها من جيبك. صافي، لا تقدر تكونوا دي شارج باغ اكزومبل صغار ديال باغ اكزومبل شي حاجه اللي كتخلص في لا سي ان اس اس او اللي كتخلصها انت، مي بريباراسيون دو دوسي دو ا ازيد اللي كنديرو حنا 3000 درهم، 3000 درهم. للاستفاده من هذا العرض مرحبا بالجميع، اي واحد بغى كي كنقولوا يستافد من هذا العرض هذا معنا، غادي نخلي ارقام الهاتف للتواصل. اللي بغى يطلب موعد باش يجي، اللي بغانا نقابلوه، اللي بغانا نجتمعوا معاه نشوفوا له الدوسي ديالو، مرحبا بالجميع. اي واحد يقدر يستافد من هذا العرض، ما عليكم الا تتواصلوا بالارقام اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف، لان صندوق الوصف هو لو تيتخ العنوان، كتكليكي عليه كيخرجوا الارقام، اولا لو بخومي كومونتيغ التعليق رقم واحد ديال ليغ بلوس اقرا المزيد ويخرجوا لك الارقام. هادشي كله اللي تنديرو في اطار القانون واطار كي كنقولوا الطريق الصحيح انك تمشي بطريقة شرعية. بحال اللي قلتي شي اوتو ايكول، قبل ما كتبدا تسوق الطوموبيل كتمشي اوتو ايكول يعلموك تسوق، يقادو لك الدوسي، يدفعو لك السيريز ديمي باش دوز الامتحان، سي لا ميم شوز. بحال غدوز الباك
قبل ما كدوز الباك كتشوف الاستاذ يراجع معاك الدروس يحفظ معاك تشوف كي كنقولوا دير دي كور دو سوتيان كتقرا باش دوز الباك سي لا ميم شوز ايسي ما غاديش تمشي للقنصليه ديريكتومون ما عارفش ما فاهمش شي حوايج حنا فاهمينهم والمهنه ديالنا والتخصص ديالنا دونك كنوجدوا لك الدوسي دو ا ا زد من الاول حتى الاخر حتى بريباراسيون دونتروتيان اون كا دونتروتيان حيت يقدروا يطلبوا منك المقابله حنا غندفعوا لك الدوسي وفقوا عليه مزيان لا طلبوا منك المقابله ولا عيطوا لك في التليفون يسولوك حنا كنوجدوك شنو تقول وشنو ما تقولش لان سؤال واحد اللي جاوبتي فيه ما عطيتيهمش جواب مقنع يقدروا يرفضوا لك الدوسي وهناك كثير من الناس كيقول لك علاش رفضوا لي الدوسي كتلقى عندو لو دوسي إلي بيان إلي كومبلي الصالير تا 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 وفضوا ليك حيت ما عرفتيش تجاوب على واحد السؤال كاين دي كيستيون بياج ما خصكش طيح في لو بياج ما خصكش طيح في الفخ حنا عارفين لي كيستيون بياج كاملين دونك كنحفظوك لي كيستيون بياج من الاول باش نعيطولك في التليفون ولا يرسلوك تجي عندهم اولا حنا غندفعو الدوسي لا يرسلوك وعطاوك شي سؤال كتكون انت حافظ الجواب ديالو لا ميم شوز بالنسبه للباك فاش كدوز الباك الامتحان ولا لوطويكول راه كيدوزو لك الكود كيدوزو لك الامتحان خصك تكون حافظ لا ميم شوز فهذه هي المهنه ديالنا حنا في اطار كونسي جيستيون في اطار كي كنقولوا الاستشاره والتسيير في مجال طلب الفيزا كي كنقولوا كونسي اي جيستيون استشاره وتسيير الملف تهيئ الملف بريباراسيون دو دوسي فوالا نتمنى من الله عز وجل يوفق الجميع نتمنى من الله عز وجل اي واحد عنده النيه الصالحه والصادقه يوفقه الله سبحانه وتعالى ما نتمنوا الا الخير لبعضياتنا حد موفق للجميع الى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله الله يعاونكم تبارك الله عليكم.